السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا شباب؟ معاكم محمود قناة ماتريكس 219 على اليوتيوب. حلقة النهاردة ان شاء الله هتكون عن المتابعين، ازاي لو انت بادئ قناة جديدة تحصل على متابعين. حلقة بتاعت امبارح شاركت معاكم تجربة شهر ديسمبر، وقلنا يا شباب ابدأ انشر فيه محتوى وابدأ اشتغل على شهر ديسمبر وعلى مناسبة الكريسماس، ربنا هيوفقك ان شاء الله وهتحقق ارباح، لان الموسم ده او الشهر ده هو شهر الارباح لكل اليوتيوبرز. الشباب بقى اللي لسه هيبدأ في القناة او لسه هيبدأ في اول نشر فيديو، هتوصل ازاي لمية متابع؟ دي بتبقى مشكلة وتبقى عقبة كبيرة جدا. انا اتذكر لما وصلت لمية ستة وستين متابع انا عملت احتفال. طيب النهاردة انا هشارك معاكم تجربة او طريقة، يعني نقدر نسميها الطريقة السحرية للحصول على متابعين وانك توصل لمية او 500 متابع. كل اللي هيكون مطلوب منك بالظبط انك يوميا، يعني نقول نص ساعة هتكتسب خبرة في مجال اليوتيوب، دي رقم واحد. رقم اتنين هتساعد غيرك. رقم تلاتة بتقدم خدمة مجتمعية. رقم اربعة بتحصل على متابعين واصدقاء بيور هيقدموا لك الدعم وهيقدموا لك السبورت. بدل ما تروح وتعمل كومنت اشترك في قناتي واشترك في قناتك، لا، انا هعلمك طريقة جميلة جدا بتعمل فيها الدعم للشباب اللي زيك، وفي نفس الوقت بتطلب منهم الدعم بشكل خفي، يعني باستخدام الهندسة الاجتماعية. اول قانون من قوانين الهندسة الاجتماعية هو اللايك، الاعجاب، انك تبدي للغير اعجابك بيه. طيب انا مش هطول عليكم في الكلام، الموضوع باختصار يا شباب ان انت هتدخل على اليوتيوب وهتعمل سيرش على اي شيء شخصي، زي كلمة حجرتي، ابني، اهلا بكم، عربيتي، اي حاجة شخصية. ده على حسب النيتش او الاستهداف اللي انت بتستهدفه. لو انت بتستهدف نيتش استهداف في المحتوى العربي، اعمل سيرش الكلمة بتاعتك باللغة العربية. بالانجليزي اعمل سيرش يعني my car, my baby, my room باللغة الانجليزية. بالاسباني نفس الشيء، بالايطالي نفس الشيء. اختار اللغة اللي انت هتستهدف او اللغة المستهدفة بالنسبة لك في القناة واعمل سيرش باللغة دي. طب هنجرب مع بعض. اول حاجة وليكن مثلا هكتب حجرتي. عملت بحث عادي جدا في اليوتيوب، جالي نتائج بحث كتير. انا مش محتاج الكلام ده كله، انا هضغط على فلترز وهقول له ابلود ديت، اللي هو تاريخ التحميل، اخر الفيديوهات اللي تم تحميلها. هنلاقي اول فيديو موجود معانا فيديو باسم زايد الشحي. طيب الجميل هنا بقى يا شباب ان الفيديو عدد المتابعين هتلاقي عنده 4 متابعين، مفيش عنده تعليقات خالص، هو لسه بدأ القناة جديد، لسه عامل الفيديو النهاردة، الفيديو او من يومين، لسه الفيديو منشور من يومين، وعنده ديسلايك، عدم اعجاب. فيعني الشاب ده يعني اصيب باحباط. طب تخيلوا بقى ان انا قمت عامل لايك كده، قمت كاتب كلمة جميل او ممتاز وعملت ابتسامة سمايل وعملت كومنت، ايه اللي حصل دلوقتي؟ انا رقم واحد عملت خدمة عامة، انا شجعت الشاب ده دلوقتي ان هو يبدأ في الشانل بتاعته، يبدأ ويستمر في القناة. رقم اتنين هو يعني في تعليق عنده، ده يعتبر ممكن تعليق من اول التعليقات، ممكن ندخل نبص كده على الشانل بتاعته. طبعا انت مش هتدخل تبص على كل القنوات، يعني شايفين عنده هنا مثلا ده اجمالي مشاهدات، مفيش يعني 26 مشاهدة، 11، 6 مشاهدة، 1 مشاهدة، 1 مشاهدة، وهكذا يعني. فنادر انك تلاقي عنده تعليقات، صعب انك تلاقي عنده تعليقات. لما انت تعمل له تعليق هيدخل يبص على ماتريكس 219 ده مين اللي عمل عندي كومنت. طبعا لما يكون القناه عدد القناه عندك فيها متابعين كويسين، ده بيكون تشجيع كبير جدا للشاب ده. طيب القناه بتاعتك لسه في البدايه، يعني بديهي او منطقي ان هو هيفكر في الاشتراك بنسبه 70% لانك بتقدم له سبورت، وخاصه لو عملت تعليق على اكتر من فيديو، يعني فيديوهين ثلاثه، اعمل له تشجيع على فيديوهين ثلاثه. طيب هنعمل سيرش على وليكن مثلا اهلا بكم، واقول له برضو نفس الشيء فلترز، هات لي ابلود ديت، في عندي اكتر من فيديو، في فيديو هنا مثلا اهو باين ان هو لسه جديد، اهلا بكم الاستاذ عوض رشيد. هنبص على وصف الفيديو هنلاقيه بيقول بثي الاول في قناة المدرب عوض رشيد، على طول هقوم عامل لايك. طبعا يفضل انك تتفرج على الفيديو يعني. عملت له سبورت دلوقتي، بدل ما اقول له اشترك في قناتي وهشترك في قناتك، لا، اهلا بك اخي عوض استمر.
وعملت كومنت وهكذا. اعمل سيرش على عربيتي، اعمل سيرش على اي حاجة بيرسونال، اي حاجة شخصية الناس بتشاركها على اليوتيوب، وطبق ده في اي محتوى انت بتستهدفه. هي دي الموضوع، ده الموضوع باختصار يا شباب، بدون ما اطول عليكم وبدون ما نوصل للفيديو لمدة 10 دقايق، علشان انا كمان وقتي بقى بايظ. وقبل ما اختم افكركم بكلام ربنا سبحانه وتعالى، بسم الله الرحمن الرحيم: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الاثم والعدوان. وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الاثم والعدوان. ما تعتقدش ابدا انك هتعمل سيرش على محتوى اباحي وحد بينزل محتويات زي كده وتدخل تعمل له كومنت وهيردها لك، لان اساسا هو اخلاقه ودماغه وتفكيره مش هتبقى في السكه دي باي حال من الاحوال. اوكي، الله في عون العبد ما كان العبد في عون اخيه. مش لازم، بص خليك انت سباق بالخير والخير هيجي لك. مش لازم تدخل اشترك في قناتي واشترك في قناتك. 90% من الشباب اللي عامل اشترك في قناتي واشترك في قناتك، صدقوني والله ما بيجي لهم اشتراكات، والاشتراكات اللي بتجي لك وهميه. وحتى لو جمعت 100 او 200 او 300 اشتراك، بتلاقي في خلال شهر ال 100 او 200 300 اشتراك اتقفلوا، لان اساسا اللي بيشترك في قناتك يعني حاجات تيك اواي، قنوات تيك اواي، لكن انت محتاج ناس تعمل لك سبورت. نقطه اللايك، انك تعمل سيرش وتعمل استهداف وتعمل لايك ليوتيوبر زيه زيك وتقدم له التشجيع، هو بالمثل هيقدم لك التشجيع وهيقدم لك السبورت. كان معاكم محمود، قناه ماتريكس 219 على اليوتيوب. الفيديو لو عجبك لايك للفيديو، سبسكرايب للقناه، شير للمعلومه لو حسيت ان المحتوى اللي انا بقدمه بيفيد حد. معانا ان شاء الله في الفيديو الجاي. كل سنه وانتم طيبين، ولا اله الا الله. مفيش شاي النهارده. يلا سلام.